بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. ومع الدرس الثالث من دروس فقه أحكام القراءة المتعلقة بعلم التجويد برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، في هذه الحلقة أتناول الحديث حول مراتب القراءة للقرآن الكريم. فكما هو معلوم لدى القراء أن مراتب القراءة للقرآن الكريم أربعة، أي يقرأ القرآن بواحدة منها. أولها التحقيق، والتحقيق هو معناه في اللغة الإتيان بالشيء على حقه من غير زيادة ولا نقصان، وفي الاصطلاح هو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمز وإتمام الحركات. وغالبا الذي يقرأ بالتحقيق قراءته لا يكون فيها قصر بالنسبة للمدود، ولا يكون فيها كذلك اختلاس للحركات. لكن الذي ينبغي هو أن لا يخرج من يقرأ بالتحقيق، أن لا يخرج عن حدود التجويد، وهناك قراء كبار يقرؤون بالتحقيق وهم مشهورون بهذه الطريقة، كالشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، والشيخ المنشاوي، والشيخ الطبلاوي رحمهم الله جميعا. ثم هناك أيضا الترتيل، والترتيل هو قريب من التحقيق، يفترقان في القصد. التحقيق هو للتعلم، من يريد أن يتعلم مخارج الحروف، بمعنى أن التحقيق هو رياضة للسان، لكن الترتيل هو يكون للتدبر وللتفكر وللتمعن في آيات الله في القرآن الكريم. والترتيل يقرأ به كذلك، هو يقرأ به قراء كبار مثل الشيخ الحصري رحمه الله، وهو شيخ القراء. ثالثا الحضر، والحضر هذا هو الإسراع بالقراءة، هذا الحضر هو ضد التحقيق. التحقيق هو يعني إنسان أن وقراءة ثقيلة، لكن الحضر هو الإسراع بالإسراع بالقراءة، يشتغل به من يريد الحفظ للقرآن الكريم كي يكثر من القراءة، وكذلك من يريد تكثير الحسنات، الذي يريد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم يقرأ بالحضر، لأن فيه يمكنه من قراءة أحزاب أو أجزاء كثيرة من القرآن الكريم. الرابع وهو التدوير، والتدوير هذا هو التوسط بين حالتي التحقيق والحضر، جاء بين التحقيق وبين الحضر، مثل ما نقوم به نحن، مثل قراءة التراويح. التراويح عندنا تقرأ بالتدوير، وكقراءة العيون الكوشي القارئ المغربي المشهور. إذن القراء تتفاوت أنفاسهم وتتفاوت يعني قدراتهم واجتهاداتهم في القراءة، منهم من يحقق، ومنهم من يرتل، ومنهم من يستعمل التدوير، ومنهم من يستعمل الحضر، والكل مأجور عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم كلهم يشتغلون بالقرآن الكريم، وهذا أفضل ما يشتغل به الإنسان. وأختم ببيتين للإمام الداني رحمه الله يذكر فيها هذه المراتب، مراتب القراءة. يقول في الفصل في الترتيل والتحقيق والحضر ما فيه أيضا والحضر ما فيه إذان من ضايق، لأن دين الله سهل يسر، كذا أتى ومع لا ينأسر. إذن هذه هي
ما يتعلق بمراتب القراءة للقرآن الكريم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.